الاسم ديالي بالكامل عز مقبول، تاريخ ازدياد 13/7/1962، متزوج، اب لطفلين، الدريه تبارك الله عندها 20 عام، دي 22 عام، وقدر الله ما شاء فعل. انا عبد الله مسلم، كنطلب الحق وكنطلب الله سبحانه وتعالى يكمل عليا، تنموت ما بقاش الزهر، تنموت. المهم كنا بخير، عائله اسبوعين، اسبوعين ادخل في غادي ندخل دارنا، في غادي في غادي نطلع للدار، هذا واحد زوين، واللي عنده هادشي كلشي مشى لي، بغيت نعرف مشى لي، يقدر يتصدى، وهو حق اسم الرابع، راه الله غيخلصني، الله قال لك أي حاجة إلا العبد ديالي ما تقربش ليه، اسألني أنا نجاوبك. انا الله يعفو ليا كنت متابع الادمان ديال المخدر، الشراب ماشي مخدر، الشراب باش ندير ميكا والناس في الزنقه، حيت ما عنديش فين غنعس، ما عنديش. شحال من تنعس في الزنقه؟ 22 شهر من شهر 1/2018 حتى لهاد الشهر هذا، شراتي انت يمشي. المهم راه الجنه ان شاء الله، ما انا مع الوالدين، الوالدين انا راضي عليها، ديما كنرضي عليها وكنقول لها راضي عليها، ديما. وما عمرني طمعتها، كنقول لها انت ماشي بنتي، انت اختي، وحنا اسلام صاحبتي، وكلشي فيك، اي حاجه ولدي يا بنتي انا نقول لك، وعزيز عليا انا، واش بنتي عيب الله هاري، انا ما جاتني. شنو السبب بعدا اللي خلاك تخرج تمشي تنعس في الزنقه؟ خويا اول حاجه بيرمي الطاكسي عندي، وبيرمي تونس، حيت قدام الله غنسال، واحد شرطي مرور. اكتزيت وانا قدامه كيما قال لي دعي الله، زيت وفيت ما مويت نقش انا وياه، وخلصني وقال لي قلتلي لا خلصني، المهم خلصني داز الظروف، شدني السينيال مشى لي على اليمين، لقى في الطريق طنطن السينيال، قلت له طنطن يلا خسر، انا اش غندير لك؟ الله الشاف الله يرحم باقي، الله ينهل ولدي لامك، ضربته بالماء حيت اهلي امي الله مات ليا، طاطا يالله، ولكن وكيل مالك الله يكمل عليه، راه قدام الله نتلاقاو. عاودت ليها كاين وسلا كاين وكاين كيفاش ضرب شي، قلت لها عليا مو قال لي صافي دير الصمطه صغيره ما تضرب الشرطي هذاك. المهم حكموا لي بعامين صح، ماشي طاكسي غير الاخر، وحكموا لي بمليون و70 الف ريال. ديال علاش مليون و70 الف ريال؟ بغيت حد الان كنقلب حتى واحد ما غاديش تعاس تمشي 70 الف ريال، حيت ما دير والو، ما فيرار الضرب، ولكن الضرب ما كنقول عادي، ما هرستش وما ضربتش وما ماش. المهم الحمد لله. حاجه اخرى على كارت ناسيونال، انا عائلتي كانت عندي العائله، خصني نوريك هذه النقطه، اسمح لي هذه النقطه ديال هذه لا كارت ناسيونال، خصني نوريك عليها بزاف، خصني نوصل على العالم كله. دابا انا متشرد، داكشي اللي قلت لي الاستاذ عاودت عليه، المهم كانت مليون، قلت لي مليون ونص باش ما تبقاش تقول غير راه كنزه، مليون ونص مليون اخرى ونص، بقيت خدام في الطاكسي اللي مطلق راك عارف، هذه تبعت الصحاب تبعت هذه، بقيت زيرو ديغام، شد ديال بيرمي الزنقه. هذا هو السبب وصلت الزنقه والشيخ، فهمتيني؟
بغيت نصوب لاكارت ناسيونال باش نمشي القهوة نخدم مثلا، نمشي أي حاجة نقول لاكارت ناسيونال، ماشي كونفيونس في ميل آخر بعد ما ندير بيه، راه وزارة النقل، ولكن هادي اللي بغيت نوصل للوطن كله المغربي. دابا أنا غنمشي هاد خشي نقول لها الحبة انت عندك بارتم الله يسهلك، انا بغيت حاجه بان اللي كتكون عندك وهذا كارت ناسيون، غنمشي نخدم كارت في قهوه، غنمشي نغسل المواعيد. علاش مشي انت؟ غنكري بيت ندور جاي. قالت لي غدا غدا ما تغداش شهرين، قالت لي قال لي راجل سير عند ولادك يصاوبوها لك، انا ولادي راه مطلق، ثم راه حنا المغاربه ما كنفهموا ديالنا، انا مطلق كيفاش نمشي عند الطليقه ديالي نقول لها لاكارت ناسيون مطلقه؟ قلت مشيت عند المقدم، فعلا مشيت مقدم قال لي واش تقاري المقاريس؟ فاك الله قاري كنتي قاري قاري زيد ايه مطلق وما كنسكنش معاه وما عنديش الحق نصوبها. قال لي ايه، وقلت لي صافي اخوك انا في الدير. قال لي لا لا ما نقدرش. مشيت على واحد السيد تبارك الله طن طن، قال لي نسيبك عنده الله يرضي عليه الله يرضي عليه الله يرضي عليه عبد العالي الشهري الله يرضي عليه عبد العالي الشهري الله يرضي عليه عبد العالي الشهري، عنده مسكين ديال الموظف كتب سميته هو، قال لي واحد التزام بانني كنسكن معاهم، انا مطلق واخا مطلق كنسكن معاهم، ماشي مع اول مرتي ماشي مع مرتي راه ماشي مزوج الله يرضي عليها الله يسهل عليها، ولكن كنسكن معاهم. المهم وقف معايا صوت لاكارت ناسيونال، دابا راه شحال من سيفي دافع للسيكيتي سيفيات التراموي قدر الله ما شاء، حتى واحد ما جاوبني، وانا كنطلب من اي اللي كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب من اي واحد شافني بخير منه يتعاون معايا في البير من جي بير مي، يتعاون معايا في شي سكنه نسكن شي بيس واخا يكون غار، واش ليسونسيال عندي خدمه، انا باغي نخدم شي عطوني ابواب كونسياج شي كونسياج، المهم عندك تحط الراس ومع الناس زوين والحمد لله وبخير، دوز الفلوس دوز العز دوز رحمه الله، باش ما يبقاش فيا الحال غير هو بزاف 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 الحالات مضروب فيها بزاف. انت دابا طالبك الوحيد الناس وهو خدمه وراه قلت لك اخويا باقي البيرمي باش نجيب والله ما عندي، راه ديك النهار قلت بنتي شوف شي 50000 فرانك نتحول نصفط هذا نجمع هذا نجمع هذا 1400 درهم شوي شويه مشات خيالي هذه باش نعرف انا، وشوي شويه هذه وشويه دوي مليون وكدا ديالهاش، بغيت نعرف ما كاينش فيرار ما الضرب ما هانيش لا كاين، راه اي ولد الناس كيسمعني دابا اي ولد الناس كيسمعني، حيت انا ما نقدرش كون كاميرا تهز تشوف لي الناس فيك الناس راه لافافو وانا طويل ما جا طويل تقدر تهز لعيبه اخرى بليزي منك الله يحل مويني باش تعرف.